نسجد لاسم الثالوث الرب الإله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث في الأقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، السلام للسمائين في بادئ النهار، ملائكة وقديسين وصفوا في الأبرار. السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال شير العذراء، السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قسيسا بالتعظيم، السلام ليوحنا الصابغ والشهيد، شهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للإثنى عشر رسولا مختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الآمين، السلام لمريم الرؤوس مبدد الأوثان، السلام للإنجيل مبشرنا بالإيمان، السلام لاستيفانوس أول الشهداء رئيس الشمامسة وناظر السماء، السلام لماري برجس الجندي الأمين، السلام لمن اعترفوا بالرب أمام سلاطين، السلام للعجيبين مرنين الأمين الشهير بالقاوي الشافع في المؤمنين، السلام للعافي فادميان الشهيدة والأربعين عذراء في أيقونة مجيدة، السلام لكل صفوف الشهداء الأبرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا سفو النار، سلام لأنطونيوس أب كل الرهبان، سلام لبابولا من ليس له مكان، السلام لثلاث مقرات كواكب البرية، السلام لبابيشوي صاحب أحلى عطية، السلام للقديسين ماكسيموس ودوماتيوس، السلام لبابوسى القوي في القديسين، السلام لبشنودة رئيس المتوحدين، السلام لبابخونيوس أب شريك الأمين، السلام لمبا صموئيل العظيم في القديسين الذي شهد لله وأصبح من المعترفين، السلام للأمبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مديح، السلام لمبا براءم حبيب المساكين ورجل العطاء معزي كل حزين، السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة صنيع المعجزات ومحب الإله، نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرس الموعيد، نرسل لكم السلام في كل صباح جديد،
صلوا جميعا عنا حتى نرس المواعيد. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد. صلوا جميعا عنا حتى نرس المواعيد. نرسل لكم السلام في كل